أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله. مجددا مع دكتور حاتم دياب في مادة اللغة العربية في المراجعة النحوية. احنا خدنا آخر جزئية وقلنا اسم الفعل بعرفه ازاي. أنا النهاردة لما أجي أقول لك كلمة كتبة، كتبة بتعمل إيه؟ هقول لك أهو، تعالى كده معايا. يقول لك إيه؟ كتابة، أهي كتابة، ده الفعل. ممكن اشتق منه اسم الفعل، اقول لك كاتب. ممكن اشتق منه صيغه المبالغه، اقول لك كتيب، اهي. ممكن اشتق منه اسم المفعول، اقول لك ايه؟ مكتوب. هتفرق معانا بقى ازاي؟ اهي بص، لما اجي هنا في الاول اقول لك ايه؟ محمد كاتب الدرس. احنا قلنا يا جماعه المره اللي فاتت قلنا ان كلمه محمد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم. طب وكاتب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضم. طب والدرس مفعول به. الله، مفعول به ليه يا مستر؟ ما هو كلمه كاتب اسم فاعل عامل، عمل عمل فعله، على كده الدرس مفعول به. صح. طب لما اجي اقول لك محفوظ، اهو محفوظ كتيب رواية بين القصرين أو قصر الشوق أو السكرية، ماشي. على كده كلمة كتيب دلت على إيه؟ دلت على المبالغة في عمل اسم الفاعل. طيب يبقى دي هنسميها صيغة مبالغة. إحنا ممكن يا جماعة ناخد صيغ المبالغة أو أهم صيغ المبالغة بأسلوب تاني، أسلوب جميل جدا. أهي أدي كلمة فا، أدي كلمة فا، عالة، ادي اول واحدة. هكتب كلمة فعلة تاني، اهي. هكتب كلمة فعلة تاني، اهي. هكتب كلمة فعلة تاني، اهي. تاني، اهي. انت في تالتة اعدادي خدت ايه؟ طيب، خدت صيغ المبالغة. طيب، انا كتبت كلمة فعلة 5 مرات. ايه هي حروف العلة؟ اهو انا سامع واحد منكم قال لي ايه؟ حروف العلة كلمة واي. يعني كلمة واي يعني الالف والواو والياء. تعالى يا عم، اهي ادي الالف، ادي اول واحدة اقول ايه؟ فعال. وادي اتنين الواو اقول ايه؟ فعول. وادي التالتة ليه؟ هقول ايه؟ فعيل. واقول حط هنا كسرة اقول ايه؟ فعل. واحط هنا كلمة ميم واحط هنا كلمة ألف هتبقى ايه؟ مفعال. هم دول الخمس صيغ اللي انت قعدت ما بين البلكونة والأوضة تقول لي ايه؟ فعال، فعول، فعيل، فعل، مفعال، فعال، فعول، فعيل، فعل، مفعال. اهم. طب انا ممكن اتعامل معاهم كلهم بصيغة واحدة؟ اه. زي كلمة زي كلمة ايه؟ فعال. اقول لك ايه؟ الله غفار الذنوب. يبقى فين صيغة المبالغة؟ غفار. فين معمولها؟ الذنوب. الله غفور الذنوب. صيغة المبالغة غفور والمعمول الذنوب. ماشي. يبقى دي صيغ المبالغة، نقول كده. طب صيغ المبالغة بتعمل عمل الفعل؟ اه طبعا. لما اجي اقول لك الله غفور الذنوب، على كده كلمة الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، وغفور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، والذنوب مفعول به. مفعول به ليه؟ لان صيغه المبالغه عامله عمل فعلها، ترفع فاعل وتنصب مفعول. طيب فاضل بقى معانا الجزئيه الاهم معايا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اسم المفعول. لما اجي اقول لك النهارده الدرس مكتوب اجزاؤه، صح. لما اجي اقول لك الدرس مكتوبه اجزاؤه او الدرس مكتوب اجزاؤه، اهو اقول لك هنا ايه؟ الدرس مكتوبه اجزاؤه، صح. فين اسم المفعول؟ مكتوبه. السؤال هنا اسم المفعول بيعمل عمل فعله المبني للمجهول، يعني ايه؟ يعني لازم معمول اسم المفعول الوحيد هيبقى نائب فاعل، هيبقى نائب ايه؟ فاعل. طب افرض جه قال لي استخرج اسم مفعول وبين فعله، غصب عني لما اجي اكتب له هنا ما ينفعش اقول له كلمه كتب، لا، ده اقول له كلمه كتب واحط له فوق الكاف هنا ضمه. طب ليه؟ لانه جاي من مبني المعلوم، من مبني المجهول. على كده اجزائه هتعرف ايه بقى؟ نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب تعال احنا نشوف الكلام ده عملي. للنهارده لما اجي مثلا اقول لك ايه؟ هقول لك انا النهارده جمله زي الجمله دي،
احنا خدنا ايه؟ اسم او صيغ المبالغه، اخد معاه بقى اسم المفعول. لما اجي اقول لك طب ماشي، هنتدرب على اسم المفعول الاول. لما يجي يقول لك ايه مثلا، بص هنا معايا، يعني مثلا لو جبنا الصفحه هنا هنقول التدريبات اهي، بص معايا هنا، استخرج مما يلي اسم مفعول عامل ثم اعرب معموله. ليس الدرس مجهولة أجزاؤه، يبقى فين اسم المفعول؟ مجهولة، على كده كلمة أجزاؤه تعرب إيه؟ من غير ما أشوف بقى، هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب ليه؟ أصل اسم الفاعل وصيغة المبالغة معموله بيبقى فاعل أو مفعول، لكن اسم المفعول معموله بيبقى نائب فاعل بس. طب السؤال، الفصل معدة مقاعده، على كده كلمة معدة اسم مفعول وكلمة مقاعده نائب فاعل. قال هل محبوب العلم؟ كلمة اسم المفعول محبوب والعلم معموله. احفظ درسك مش او احفظ درسا مشروحة افكاره، على كده كلمة مشروحة اسم مفعول وافكاره نائب فاعل. عرفنا كده يا جماعة هتعمل ازاي؟ كافأت او كافأت المدرسة الطالب المهذبة اخلاقه. كلمة المهذبة اسم مفعول، على كده كلمة أخلاقه هتبقى إيه؟ نائب فاعل. طيب تعالى بقى، يبقى إحنا كده يا جماعة هنقسم المنهج كله في كلمتين، إيه هما الكلمتين؟ النواسخ كان وأخواتها وكذا وأخواتها، والجزء الثاني المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، صح كده؟ درس أو الترم الأول من الصف الأول الثانوي انتهى في جزئيتين. يا اما هتستخرج فعل ناقص او هتستخرج مشتق. طب ماشي، تعال بقى نشوف انا النهارده لما اجي اتعامل مع قطعه نحويه اجيبها كده من الاول تاني. هقول ايه؟ هقول بص بقى معايا، هقول الجزئيه هنا. قبل اي حاجه عايز اعودك على نظام. ايه هو النظام؟ ما تقراش القطعه الاول، لما تيجي تقرا اقرا الاستخراجات الاول. ازاي؟ تعال هنا يقول لي استخرج اسم فاعل واعرب معموله. طب استخرج صيغه مبالغه واعربها، قال لي اعربها ولا اعرب معمولها؟ لا، قال لي اعربها. استخرج بدل، استخرج ممنوع من الصرف، استخرج اسم مفعول. كده يا جماعه انا عرفت انا عايز اجيب ايه. تعالى كده اعيد معايا كده، عايز اسم فاعل وعايز اسم مفعول وعايز صيغه مبالغه، صح؟ اه، وعايز ايه؟ حاجات قديمه. ايه هي القديم؟ عايزين بدل وممنوع من الصرف. تعالى اقرا. ماشي، ليه؟ انا عايز منك، انت في اولى ثانوي بتخش الامتحان مرتين، مره بتمتحن ساعه ونص وبعدين تخش تاني تمتحن ساعه، لا ورقه الاولى والتانية. ماشي، الكلام ده يبقى في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي، لكن المشكله كلها في ثالثه ثانوي. انت هتخش الامتحان مره واحده ثلاث ساعات. طب انا عايز اخد عايز منك ايه؟ عايز منك حاجتين. الحاجه الاولى السرعه في الاداء. ليه؟ عشان ما تغلطش. السؤال بقى هنا بيقول لي ايه؟ لا تزال يد الارهاب ملوثه. كلمة ملوثة، هي يد الإرهاب بتلوث نفسها؟ لا، على كده كلمة ملوثة هنا اسم مفعول. هو عايز اسم مفعول تحت؟ اه، عايز اسم مفعول عامل. الله، يبقى هنا عندي مشكلة. ده اسم مفعول عامل، قبل ما أخد القرار لازم أكمل. لا تزال يد الإرهاب ملوثة بدماء الأبرياء. هي كلمة أبرياء مفردها إيه؟ بريء. على كده كلمة بريء على وزن فعيل، على كده كلمة بريء صيغة مبالغة. العزل من أبناء الشعب المصري فهم مدعوا التدين. آه، كلمة مدعوا، طب هات الماضي بتاعها، ادعى، هات المضارع، يدعي، ابدي الحرف المضارع من مضمومة، قول لي مدعوا، اكسر ما قبل آخر، على كده كلمة مدعوا اسم فاعل عامل. هو عايز اسم فاعل عامل؟ أهو مدعوا. واعرب معمول، هم مين اللي بيدعوا؟ هم اللي هم الارهاب بيدعوا ايه؟ التدين، على كده كلمه التدين هتبقى مفعول به. واليوم تتجدد الماساه بمسجد الروضه بارض الفيروس سيناء. فكم توالت عليها الاحداث بين استعمار واغتصاب وارهاب. جمله جديده، ابناء مصر كونوا حذرين اعداءكم. كلمه حذر صيغه مبالغه. بتحذر مين؟ بتحذر اعدائك، على كده فين المعمول؟ كلمه اعداء. واعداء هتعرب ايه؟ هتعرب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وكم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اينما كنتم تلك نصائح باتت في ذمه التاريخ. السؤال هنا مش هنقول بقى احنا كده اسم الفاعل عندنا مش هنقول عامل، هنقول اسم فاعل وزنه او بين نوعه. هقول اسم الفاعل ملوثه. ماشي،
رقم 2 هنقول صيغة المبالغة حذر. طيب اسم الفاعل مدعو. السؤال بقى استخرج اسم فاعل عامل مدعو واعرب معموله مفعول به. استخرج صيغة مبالغة واعربها. صيغة مبالغة اللي هي كلمة حذرين. طب هو قال لي اعربها. الكلمة دي اسم ولا فعل؟ اسم. أقرب عامل ليها مين؟ كونوا. على كده كلمة حذرين لما أجي أعربها أعربها إيه؟ خبر كان. هقول عليها إيه؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب على كده كلمة بدماء الأبرياء، الأبرياء ما مفردها بريء، ما هي بريء على وزن فعيل. لما أجي أعرب كلمة الأبرياء أقول عليها إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. السؤال بقى هنا طيب لما اجي اقول لك النهارده بدل الله مش ارض الفيروز هي سيناء يبقى سيناء بدل ماشي كده. طيب هنكتفي بالجزئيه دي والى لقاء اخر ان شاء الله معكم طلبه وطالبات الصف الاول السنه.